بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتدربون في الدورة التدريبية Enhance the Gas Turbine Blades Cooling System، أرحب بكم أجمل ترحيب في اليوم الرابع من دورتنا المباركة. معكم الأستاذ المساعد الدكتور كاظم فاضل ناصر من قسم المكان والمعدات في كلية التقنية الإمسية جامعة الفرات الأوسط. في هذا اليوم سنستعرض لكم غاز توربين انجن بشكل عام، ومن ثم تفاصيلها وطريقة وطرق تطورها. ابتداء، العالم جورج برايتون بال 1870 اكتشف هذه الماكينة. هذه الماكينة بشكل مبسط كانت تتألف من الكمبرسر الجهاز الأول والكمبسن تشامبر غرفة الاحتراق. طبعا الكمبرسر هو الضغط، ضغط الهواء، والكمبسن تشامبر اللي هو غرفة الاحتراق، والتوربين الغاز توربين. الغاز توربين تم شرحه وطرق تبريده وطرق تزييته في المحاضرات السابقة. الآن نشرح الدورة كاملة أو الماكينة كاملة. الحقيقة أول شيء هو هاي الدورة بشكل الحالي، هذا يسموها الإدل سمبل. الإدل سمبل يعني دورة أو ماكينة مثالية بسيطة، بسيطة لأنه تحتوي على أجهزة معدودة. شوف، ثلاث أجهزة فقط موجودة أو ثلاث أجزاء، بينما أكو دورة متطورة أو ماكينة متطورة راح نشوفها تكون أعقد، فتكون غير بسيطة. وأدل جاية من أنه نقول الأدل هي المثالية. المثالية سميت بالمثالية لأنه مثالية ككمبرسر وتوربين. هنا يسموها أدل لأنه كفاءة الكمبرسر يعتبرها 100% وكفاءة التوربين يعتبرها 100%. إذن سبب تسمية أدل هي شنو؟ أنه كفاءة التوربين والكمبرسر 100%. وبرايتون بعدين طور الفكرة مالته. حقيقة هو اشتغلت الماكينة مالته هاي، بس طورها رياضيا. قال الجو الخارجي، هو طبعا هنا بشكل طبيعي يضغط الهواء الخارجي اللي هو موجود بالجو فريش اير، يضغط بالكمبرسر يرفع ضغط ودرجة حرارة مالته من نقطة واحد الى اثنين، وبالتالي يمررها بالكمبسن تشامبر، يكون الهواء حار جدا، يسلط عليه رذاذ من الوقود، زين، فيصير عندي عملية اشتعال وتتولد غازات حارة بدرجات حرارة عالية تتجه نحو التوربين، فتحرك التوربين وتولد لنا الكهرباء، مربوط بجنريتر يولد لنا الكهرباء، والغازات المحترقة تاخذ طريقها الى الخارج للجو نفسه. اذا للجو نفسه، فايش قال برايتون؟ قال نعتبر الجو هيت اكسشينجر ايضا. ليش؟ لأن دا يصير بتبادل حراري، الغازات تطلع هنا حارة فتختلط بغازات الجو وبهواء الجو، وبالتالي تبرد ومن ثم ترجع الماء إلى الكمبرسر. ليش؟ لقرب المكان، لأن التوربين الغازات الخارجة من التوربين والغازات الداخل الكمبرسر قريبة من بعضها، يعني هي ماكينة فتكون قريبة من بعض، فقال إذا نعتبره هيت اكسشينجر، وبالتالي هنا راح تكون عندنا الحرارة اللي تدخل، احنا كثيرمودايناميكس نسميها كيو ان، رمز الحراره تدخل وين؟ بالهيت اكسشينجر العلوي، زين، اللي يتم به الاحتراق، وتنطرح من الماكينه، لان صار عندي سايكل نسميها برايتون سايكل، صارتها تنطرح الى الجو الخارجي بالهيت اكسشينجر السفلي، او نقدر نقول الضغوط سموها ضغطين. اكو عندي ضغطين يشتغل بالدوره قبل الكمبرسر وبعد الكمبرسر. اذا عندي هيت اكسشينجر قبل الكمبرسر نسميه هيت اكسشينجر اوف لو بريشر، ضغط واطي، هنا ضغط يكون ضغط الجوي واطي، بينما لما يضغط الكمبرسر ايش راح يصير عندنا؟ ضغط عالي. اذا اقدر اسمي الكمبرسر هنا هو الجهاز المتحكم بالضغط، يرفع لنا الضغط من الضغط الجوي الى الضغط العالي حسب قوة الكمبرسر. طيب،
البروسيس اللي تصير، العمليات اللي تصير، احنا كنا نعرف بالثيرموداينامكس البروسيس تصير بين تو ستيت. فهنا شوف صار عندنا اربع ستيت، 1 2 3 4. البروسيس الاولى هي تصير بين 1 و2، بين الستيت 1 وبين الستيت 2. هنا الكومبريشن يصير، نسميه ايزنتروبيك كومبريشن حقيقه، ايزنتروبيك كومبريشن زين بالكومبرسر. الانضغاط الايزوتروبيك يسموه اذا ترجمته بالعربي، او ناخذ ايزوتروبيك كومبريشن اللي هو معنى ايزوتروبيك انه ريفرسبل اند شنو؟ ادياباتيك. الادياباتيك هو معزول حراريا، يعني ما عندي حراره تدخل هنا من الخارج للكومبرسر، في نفس الوقت انا عندي الريفرسبل وهي ارجاعيه. وهي بروسيس ارجاعيه، يعني مثاليه، بروسيس مثاليه ارجاعيه. البروسيس الثانية كونستانت بريشر هيت اديشن. شوف هنا الضغط ثابت بين 2 و3، ضغط ثابت بين 2 و3، بس دخل عندي هيت اديشن، صارت حرارة داخلة الى الدورة او الى ماعة التبريد او ماعة الشغل اللي هو يعتبر هنا الهواء. زين البروسيس الثالثة بين 3 و4، هاي هنا راح تصير بالتربان، بين بالتربان راح يصير شنو هنا؟ ايزوتروبيك اكسبانشن، تمدد شنو؟ ايزوتروبيك، والايزوتروبيك يعني معزول حراريا مثل ما قلنا، وزائدا ريفرسبل بروسيس، ويعرفوها جماعه الاختصاص هالنوعين من المصطلحين يعرفوه. هنا ايش راح يساعدنا؟ اكسبانشن، اذا يصير اكسبانشن الضغط ايش بيقل؟ بين 3 و4 يقل الى الضغط الجوي. بعدين يصير عندنا اخر بروسيس بين 4 و1 اللي هي كونستانت بريشر هيت ريجكشن. كونستانت ضغط ثابت، حراره تنطرح للخارج بضغط ثابت. اذا عندي هنا 4 بروسيس، 4 بروسيس صارت و4 اجهزه موجوده بالسايكل. هاي السايكل نسميها شنو؟ الادل سمبل، البسيطه المثاليه، ماكينه بسيطه مثال. حقيقة برايتون هنا طبق القانون الأول للثيرمودينامكس على كل جهاز. احنا نعرف الأجهزة هنا نسميها ستيدي ستيت ديفايسز، فطبق الثيرمودينامكس الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس على كل جهاز، وبالتالي راح يحصل على هاي يعني ورا ما اهمل الكاينتيك انرجي والبوتنشال انرجي وال سمى البروسيس هنا العمليات كلها ستدي بروسيس. فبالتالي راح يصير عندي هنا فقط الحراره اللي داخله للجهاز تنحسب، والشغل المنجز او المعمول على الجهاز يساوي لي الدلتا انثالبيز بين المدخل والمخرج مال الجهاز نفسه على كل جهاز يجي يحسب. طبعا بهين الصفر يعني اذا دياباتك فهذا صفر يصير الورك مو تنهي يشتغلون واحد من عندهم، وبينما الانثالبيز لازم موجودات قبل وبعد كل جهاز موجود انثالبي. الحقيقه فيه دوره احتاج احسب اربع انثالبي في كل ستيت، او احسب التمبرشر مثل ما راح نشوف، ونحسب الكفاءه. انا يهمني الكفاءه في المكان الحراري. طبعا هنا تي اس دايجرام والبي في دايجرام، نشوف انه بالبي في اذا تشتغل عند ضغطين ثابتات، شوف بين 4 و1 هنا ضغط ثابت، وبين 2 و3 ضغط ثابت، وهاي البروسيس 1 2 كومبريشن هاي يصير هنا ايزوتروبيك، فيكون الانتروبي ثابت. شوف بين 1 و2 الانتروبي ثابت، وبين 2 و3 كيو ان تدخل الحراره، هاي بين 2 و3 هاي الكومبستن تشامبر هنا يصير. فهذا معناه شنو؟ هذا الشغل، شوف اريا اندر ذا كير، مساحه تحت هنا يمثل لي كيو ان، شوف جو هذا يمثل لك هيومن. البروسيس 3 4 كونستانت نفس الحاله، كونستانت لان ايزنتروبيك 3 4 كونستانت تروبيك. نرجع 4 الى 1 ريجكشن، شوف هاي المساحه اللي هنا تمثل لي الحراره المطروحه للخارج للجو. زين اذا داخل الدوره هنا ايش راح يصفي؟ عندك كيو ان كل هذا ناقص كيو اوت، ايش يصفي لك؟ الشغل. وهذا معروف بالثيرمودينامكس، الشغل يساوي كيو ان ناقص كيو اوت في الدوره، في او دوره حراريه. هذا شرح مبسط للدايجرامز، التي اس والبي في دايجرامز. نحسب الحراره نقدر الداخله من فرق الانثالبيز حول الكومبستن تشامبر، صارت اتش 3 ناقص اتش 2، تقدر تحولها للتمبرتشر
كغاز مثالي تعتبر، راح يصير سي بي تي 3 ناقص تي 2 بدالة التمبرتشرز بالكلفة طبعا تحسبها. ممكن تحسب كفاءة برايتون الشغل الكلي او الصافي على يمن على الشغل على الحرارة الداخل، او نساوي 1 ناقص كيو اوت على 2 رياضيا. تقدر تحولها بدلالة درجات الحرارة ايضا، وممكن نستغل بعض التشابهات الموجودة وعلاقات الايزنتروبيك ونحولها بدلالة البريجرز، وبالتالي حقيقة راح نحصل على هاي العلاقة للبرايتون افشنسي. ممكن نحسبها 1 ناقص 1 على ار بي. هسه راح نشوف شنو الار بي للاس كي ناقص 1 على كي، والكي معروف اللي هو الهيت سبيسيفيك هيت ريشيو او ما يسمى بعض الكتب جاما يرمز له، او الكي. الار بي هذا هو الضغط الكبير على الضغط الصغير، ماكسيموم بريشر على مينيموم بريشر اللي هو حول الكومبرسر. احنا قلنا يضغط من 1 لـ 2 فيصير بي 2 الكبير على بي 1 الصغير. طبعا هاي بالتبسيط صايره بهالشكل هاي العلاقه. اذا البريشر ريشيو مهم هنا ويدخل بمعادله حساب الكفاءه. البريشر ريشيو علاقته مع الثيرمال افشنسي طرديه، كل ما كبر البريشر ريشيو كل ما كبر الكفاءه الدوره، وبالتالي هو الافضل يعني افضلي. عندنا مصطلح الباك ورك ريشيو، نسبه الشغل الراجع، وهذا جدا مهم نسبه الشغل الراجع. ليش؟ لانه جزء هذا الشغل اللي بتولد بالتوربين جزء كبير منه راح يرجع المن للكومبرسر يشغله، قد يصل الى النصف. هنا هي المشكله، انه قد يصل الى النصف بينما الباقي يروح كشغل كهربائي لليوزرز للمستخدمين. اذا ربما نصف نخسره احنا من المتولد هنا. زين طبعا في محطات الستيم اهون تصير الامور، لانه هاي ما عندنا هاي المشكله، يكون الصغير الشغل الراجع قليل في محطات الستيم باور بلانت، بينما بالغاز يسبب لي مشكله يتلافوا. شلون؟ اذا كل ما يكبر التوربين كل ما تكبر الورك توربين، يكبر الورك توربين بالتالي حصل على طاقه اعلى لليوزريه. زين نسبه الى الراجع، فما ماكو غير طريقه الا انه نكبر التوربين نحصل على طاقه اعلى. كيس ستدي، الكيس ستدي هاي راح ناخذها راح نكررها بالمحاضرات الجايه، لانه احنا راح نستخدم تطوير. شوف هسه هاي سمبل برايتون سايكل، منطين باور بلانت ومنطين ظروف الدخول هنا ماله، والبريشر ريشيو 8 قلت بي 2 على بي 1، ومنطيك الماكسيموم بريشر 1300، ومنطيك هنا تمبرتشر للغازات بالجو 300 كلفن طبعا هالحكي، ويقول طلع لنا الغاز توربين بنهايه الكومبرسر والتوربين التمبرشر العفو في نهايه الكومبرسر والتيرباين، والباك ورك ريشيو والثيرمال افشنسي. احنا حقيقه اختصارا احنا فهمنا النتائج السيكونس وركزوا لي عليها النتائج. هنا في طرق الثيرموداينامكس من التي 1 اطلع اتش 1، وبطريقه الجدول اطلع التي 2 تمبرشر 2 والاتش 2. احنا قلنا اهم شيء عندنا الاثالبيز الاتشات، وتي 3 منطيني اروح اطلع اتش 3 واروح اطلع هنا التي 4 واطلع الاتش 4 من الثرمودينامكس قوانينها. اروح اطلع شغل الكومبرسر ايش قد طلع؟ 244. انتبه لهذا الرقم. ايش قد طلع شغل التيرباين؟ 606. زين اذا الباك ورك ريشيو شغل الكومبرسر على شغل التيرباين اللي هو جاي تطلع لي هنا 0.4. انتبه طلع لي 0.4 من قسمنا شغل الكومبرسر على شغل التيرباين. الكيو ان احسب الحراره الداخله 851. الشغل الكلي راح يصير الشغل الخارج من التيرباين ناقص شغل الكومبرسر هذا 362 كيلو جول كل كيلوغرام، هذا الصافي الشغل الصافي. اقسم على الكيو ان، شوف الشغل الصافي على الحراره الداخله هذا على هذا، راح تطلع لي كفاءه المحطه 42.6%. من القانون هذا اقدر اطلع كيو اوت الحراره طرحت للجو اتش 4 ناقص اتش 1 فرق الانثالبي، يطلع لي 489. هاي الشغل او الحراره المطروحه الى الجو.